خلاص بقى كفايه عياط، ده مجرد اعلان يا مريم. حاسه اني وطي صوتكم عشان فريده نامت خلاص. اكيد هنلاقي طريقه نقنعه بيها انه يصرف نظر عن موضوع القضيه دي خالص. ان شاء الله هتكسبيها، انت الحضانه من حقك اصلا. انا لما خدت فريده اول مره المحاميه قالت لي ارفعي عليه قضيه، ارفعي عليه قضيه، وانا اللي ما رضيتش عشان غبيه. مش غبيه ولا حاجه. وانت كنت هتعرفي منين ان هو هيتصرف بالشكل ده؟ كان المفروض اتوقع يا مويه. بس اتوقع ايه؟ اتوقع ان هو يرفع عليا قضيه وياخد مني البنت؟ اتوقع ان هو بقى بني ادم تاني؟ مين ده؟ مين ده؟ ده واحد معرفوش، مش ده الشخص اللي انا حبيته ولا اتجوزته. من غير زعل يا مري، هو غالبا برضو جاله نفس الاحساس لما عرف حكايه الادمان. مويه لازم تعرف اللي ليها واللي عليها يا سلمى. اللي عليا انا سددت فواتيره كلها. عرف سابني وطلقنا وخلاص خلصنا. عملت ايه بقى عشان ياخد مني البنت؟ مش عارف. مش دي البنت اللي هو ما كانش عايزها؟ مش دي البنت اللي هو جالي وقال لي نزليها؟ عايز مني ايه بقى دلوقتي؟ طب بس وطي صوتك عشان البنت نايمه وهدي كده، ان شاء الله هنلاقي حل. اهدى ايه بس يا سلمى؟ اهدى ايه؟ وبعد كده يزعل لما انتكس. لا تنتكسي ايه، ما تجيبيش السيره دي خالص. ان شاء الله هنلاقي حل. وانا هكلم هشام يحاول يعقله. وانا هحاول اتصرف زي ما عكيتها هحلها. عكيتي بقول لك ايه يا مويه؟ لو سمحت تكلمي هشام، خليه يكلمه ويفهمه ان اول واحده هتتاذي هي بنته اللي هو فاكر ان هو كده بيحميها. انت نفسك منعت مايه عن مريم عشان خايف عليها ومش عايزني اخاف على بنتي منها. بس انا اكتشفت ان انا كنت غلطان وسطحي واناني كمان. طيب اعتبرني انا كمان اناني. حاتم الموضوع مش بالبساطه دي، بلاش عند. وانا لما بخاف على بنتي ابقى بعند؟ لا خاف عليها براحتك، لكن لما ترفع قضيه ضم من غير سبب يبقى بتعند، والعند من غير سبب قله ادب. اه انت بتهزر بقى. مش بهزر ولا حاجه، بس انا مش فاهم اي مبرر لاصرارك العجيب على موضوع القضيه ده. انا عندي مبرراتي. اللي هي مش عايز اقولها. يبقى انت كده اللي بتهزر. اصل مبرراتك دي مش مقنعه، يبقى خدها من قصيرها وكبر بموضوع القضيه ده. انا عندي مبررات قويه بس مش عايز اقولها. ما انت لو ما قلتهاش دلوقتي هتضطر تقولها في المحكمه. حاول كده كانك بتعمل بروفا. هشام انا مش عايز اتكلم. شكرا لها. ألو؟ 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 أيوه يا ماما، أنا إنجي. أنا مش عايزة منك حاجة، أنا بس كنت عايزة أسلم عليكي وأسمع صوتك وأقول لك إنك وحشتيني قوي. ماما انتي سامعاني؟ ايوه يا انجي سامعاكي. انا عيطت يا ماما. تاني يا انجي، انت ما بتزهقيش من الكذب ده؟ تاني؟ لا مش تاني، مش بحاور عليكي زي كل مره، معتزه عاديني. ايه؟ او جايز انا اللي عديته، الله اعلم. ازاي؟ يعني ايه الكلام ده؟ معتزه اتحبس وحولوا الحميد. أنا وليد. إنجي أنت بتقولي إيه؟ يا نهار أسود، إيدز؟ إيه اللي أنت بتقوليه ده؟ اللي أنت بتقوليه ده؟ ما تتكلمي يا إنجي، إيدز إيه؟ أنا مش هعرف يا ماما أستنى المرض لغاية ما أموت.
سنين وانا عارفه ان انا هموت، ما كنتش عارفه شكله. انجي يا حبيبتي ردي وكلميني. وبعدين عرفت قولي لي انت فين، اتكلمي يا انجي، لو جنبك حد قريب خليه يكلمني. ردي يا انجي عليا ردي. انا بس بكلمك عشان عايزك ما تزعليش مني قبل ما اموت، عشان عمري ما قلت لك انا بحبك قد ايه. ماما على الوجع اللي فات والوجع اللي جاي. ماما جايلي. انجي يا حبيبتي ردي وكلميني قولي لي انتي فين. حبيبتي يا بنتي كلميني يا حبيبتي ردي على ماما. يا انجي انت فين يا انجي؟ ما تسيبينيش كده يا انجي، كلميني كلميني يا انجي، ردي عليا ردي على ماما يا حبيبتي ردي يا انجي. يا انجي انت فين يا ماما؟ ردي عليا قوليلي اي حاجة، قوليلي كلمة، عايزة اسمع صوتك يا انجي. ردي على ماما يا حبيبتي. انجي انت فين؟ انت فين يا انجي؟ انت فين يا انجي؟ ردي يا انجي. انجي انجي روحتي فين؟ ما تفتكرش انه سهل عليا ابدا اني ابقى قاعدة قدامك كده عشان اعترف لك ان كل اللي انا فاهماه كان غلط. بعد اللي حصل بينك وبين مريم بسببي كان لازم اجي واقولك ان انا فعلا اتسرعت في الحكم. كل الكلام اللي انا قلته لك اول مره ده كان غلط، ما كانش حقيقي، كان في افتراء فظيع على مريم. انا بس كنت غيرانه جدا على طارق لان طارق كان فعلا بيحبها، بس والله العظيم هي بتكرهه كره العمى. صدقني يا حاتم. وايه اللي يضمني انك المره دي كمان مش فاهمه الموضوع غلط وانك ما تسرعتيش في الحكم ان مريم بتكره طارق؟ لان دلوقتي الوضع مختلف، انا ومريم بقينا صحاب وبقيت قريبه منها وعارفه كل حاجه عن حياتها وعارفه انها بتكره طارق وما بتحبش حد غيرك، والانتكاسه بتاعتها دي كانت بسببنا. دي الحاجه اللي انت مش عاوز تشوفها. لو ما كنتش انا جيت وقلت لك الكلام اللي انا قلته وما كنتش انت سبت البيت، ما كانتش مريم انتكست، كان زمانكم دلوقتي بتربوا فريده سوا. انت جايه تصلحي بيني وبين مريم ولا ترفعي عن نفسك احساسك بالذنب بسبب الكلام اللي قلتيه المره اللي فاتت؟ متهيألي الاتنين. ابقى كذابه لو قلت لك اني ما نفسيش ان انت ومريم ترجعوا لبعض عشان اخفف من احساس الذنب تجاهها، بس ده ما يمنعش ان كل الكلام اللي انا قلته ده حقيقي. انا غلطان، مريم بتكره طارق، ولو ما كنتش انت سبت البيت كان زمانها هي محافظه على 11 سنه تبطيل من غير ولا مره انتكاسه بعد حادثه رامي. هي الحادثه دي حصلت ازاي؟ رامي غلبان، ما كانش ليه اصلا في موضوع السرنجات ده، بس حب يجرب فطلب من طارق يضرب له، فطارق ايده سرحت شويه وراح الولد اوفردوز. وايه علاقه مريم بالحادثه دي؟ مريم كانت معاهم في العربيه. أرجوك يا حاتم راجع نفسك، صدقني مريم ما تستاهلش كل ده. في كمان الدكتور النفساني اللي كنا بنروح له أول ما رجعنا مصر، مريم اعترفت له إنها كانت مدمنة. هو فعلا الدكتور النفساني ممكن يجي المحكمة ويشهد إنها قالت له إنها كانت مدمنة، بس برضه ممكن يشهد إنها بطلت إدمان أو إن إدمانها مش خطر على البنت. يعني سلاح ذو حدين، إحنا عايزين أسلحة قوية تكون في مصلحتنا. طيب في حادثه حصلت قبل مريم ما تسافر دبي، واحد من شلتها مات من المخدرات وهي كانت معاه في العربيه واصحابها كلهم عارفين الموضوع ده، يعني ممكن يجيب اي واحد منهم يشهد؟ اشك ان حد من اصحابها ممكن يجي المحكمه ويشهد شهاده عارف انها هتكون ضدها.
هي الحادثة دي اتلمت ولا اتعمل لها محاضر ونيابة وكده؟ مش عارف. طب انا هشوف الموضوع ده. ايه ده؟ ده انا. لا مش فاهمة يا. انتي طلبتي مني احكي لك عن احساسي وعن يومي. ده احساسي ده يومي. احساسك ويومك انا مش فاهمهم الحقيقة. محتاجة دكتور نفساني يعني عشان يجي الشغل. جيبي دكتور نفساني. ولا اقولك اجيب لك شريف احسن. هو يعرف يطلع كويس قوي اللي جواكي. شريف شريف انت تخوفيني بيه؟ شايفه ان هو اصلا بيخاف مني عشان انا اكتر واحده هرشاه. طب والله العظيم انت ولا عارفه ولا فاهمه اي حاجه. بس بكره هتفهمي بالغالي. انا هقوم احط لك علامه على البورد بنفسي. ولاميا لما تيجي بكره تبقى تتصرف معاكي.